والله يا ابو محفوظ، انا في واحد من الشباب هو طبعا مدير او رئيس تنفيذي لجهه معينه خيريه، يقول والله، يقول احنا قبل فتره سوينا مقابلات شخصيه، طبعا نبغى موظفين عندنا ومجال خيري بس في يعني راتب لهم كانهم موظفين. يقول عندنا احنا سبحان الله، يقول فيه، يقول صح فيه اجر يعني كراتب، احنا الان في جهه خيريه تعمل على يعني تسير حركة هالمجال هذا، يقول فيه لابد فيه موظفين، واحد يعني يدخل بيانات وكذا، يعني موظفين مثل الموظفين عادي. يقول أذكر فيه واحد جاني، يقول في المقابلة الشخصية، يقول سألني، طبعا الرجل متمكن، الرجل هو الشخص اللي نبغاه في مجالنا. أول ما قابلنا معه المقابلة تكلمنا معه وقلنا كيف من الكلام وش الوضع وترتيبات كاملة، قال طيب وكم الراتب؟ قلنا والله الراتب بهالمبلغ فلاني. قال تمام، مدري شلون من هالكلام، خلاص بناخذ اوراقك ان شاء الله ونرد لك. اول ما ضرب الباب قلنا هذا ما نبغاه. ليه؟ قال لي انا سالنا الراتب. قال على طول، يقول سبحان الله المجال الخيري اي واحد يركز فيه على المال ما يأدي. يقول هو هذا الشخص متمكن، لكن متمكن ويمكن يخدم وظيفه شركه في اي مجال، لكنك تجي مجال خيري وتركز على المال هذا هدفك مختلف، يعني ما هو مثل هدف شخص جاي يقول والله في بعضهم. عبد الوهاب قبل شوي قال نقطه اللي هي نقطه ان احيانا يكون يعني بعض الرواتب اللي في المجالات الخيريه تكون بسيطه جدا، هم ما فكروا في المال اللي يشتغلون في المجال، في حتى اكثرهم يعني ثلاثة ارباعهم اصلا موظفين كذا لا فلا، وتلقاه حريص والله اني خلص دوامه وتلقاه من العصر موجود في المجال الى العشاء، وفي بعضهم يكمل ويشتغل ويجي الليل زي الوقت هذا تلقاه يضبط اوراق، هو قاعد يحب الشغله هذه لان تجارته مع الله مبسوط فيها، مبسوط هو فيها، مستحيل انه يعني يتوانى عن شيء، وفوق هذا كله يؤدي باقصى جهد ممكن. الناس اللي تشتغل في المجال الخيري يعني سبحان الله، يعني انا شفت الصفه هذه والسمه هذه، ممكن كنت لاحظت هالشيء، تلقاه حرصه على اتمام العمل في هذا المجال اكثر من المجالات الثانيه، لان يا اخي انت الان ترى انت المستفيد، قبل شوي في تغريدات تقول انت يعني المعطي هو الفائز. هو الفائز فأذكر يعني في قصة